نحن عم نناقش النهوض العربي، وكلنا شاعرين بمرارة وأسى إنه يا عمي الغرب وين؟ الشوارع الغربية حركتها، نشاطها، حيويتها، نبضها، قوتها، وبالمقابل شارع عربي بحالة موت سريري. يعني هذا أكيد مؤلم، يعني بشعرنا بمرارة. إنه أنت لما بتشوف مثلا الشارع البريطاني، ظاهرة جورج جالوب، طيب هذه الظاهرة الملفتة العبقرية الاستثنائية الشجاعة هذا، بس صارت إلى أرضية بالمجتمع البريطاني، أنه الناخبين بعثوا وراء لجورج جالوي أنه في انتخابات عندنا، مات النائب، حزب العمال سمى واحد عم بيساعد إسرائيل وعم بيروج لإسرائيل، زعبوا الناخبين، زعبوا، ونحن بدنا إياك أنت تنزل عندنا، ونزل، وخلال أسبوعين من الحملة بميكروفون بالإيد بقلب أحياء المنطقة الانتخابية اكتسح الصناديق الاقتراع بوجه الحزبين العمال والمحافظين. هذا بيعبر الحقيقة عن أنه في حيوية بالشارع العالمي، طيب مش موجودة عندنا، وما عاد تفسيرها يكفي فيه الحديث عن غسل الدماغ والفتنة المذهبية والتعبئة العنصرية والأنظمة وقمع الأنظمة ولقمة العيش. صار بيحتاج الواحد لتفسير شوي يعني أعمق من إذا كنا شوي بظاهرة جورج جالوي، رح نلاقي أنه هاي المقاطعة اللي فاز فيها الجالية العربية الإسلامية تملك 25% تقريبا من التصويت، وهي تمثل العصب الأساسي، لأنه الباقي مش منظم. يعني بملف غزة وفلسطين هاي ما عاد في حالة غير منظمة، يعني تصرخ لغزة وتصرخ لفلسطين، فهي الحالة فورا تكوكبت وأصبحت لجان انتخابية ومفاتيح انتخابية وممثلين على صناديق الاقتراع وسوى. ظاهرة ثانية ملفتة هي التي حدثت في ميشيغان، ظاهرة اللاملتزمين أو اللي بالحزب الديمقراطي اللي بلغوا 113 ألف، اللي هو رقم لم يكن أحد يتوقعه. هن اللي نظموا الحملة كانوا متوقعين 10 آلاف، هدف مش أنه يعني أكيد نوصل لل10 آلاف، نسعى للوصول إلى 10 آلاف صوت، وإذ صاروا 113 ألف، ورسالة عاصفة. صحيح أنه يعني بايدن وحملته يعني بمعنى حجم أصواته ما يعني ما بيمثلوا الجاليات العربية والإسلامية ومن معها، التقل اللي ممكن إذا خسروا بالنظر، يعني بحكي أنه إذا بده يجيب 30 مليون و40 مليون شيل منه 5 ملايين، مش هذا الحساب. الحساب عم نحكي عن ولايات، في ولايتين تملك فيها هذه الجاليات دور بيضة القبان في الصوت المرجح، منهم ميشيغان وبنسلفانيا على حدود ما أعلم. وبالتالي في ميشيغان الرسالة هي أنه أنت ربحت من هون بال2020، تصويت ميشيغان أعطاك الصوت المرجح الحاسم، سقوطك في ميشيغان تخبز بالأفراح. ونحن، وهذا المهم، تحررنا من عقدة لما يجي ترامب روح أعطي بايدن. أبدا لسنا معنيين بهذه المعادلة، بيجي ترامب يجي ترامب، سنعاقبه عندما يفعل ما تفعل أنت، آخر همنا ديمقراطي وجمهوري. طيب هذا التحول في الجالية مع هذا الإدراك والوعي للدور، مع هذا الانتظام اللي بيشبه الانتظام اللي صار بانتخابات جالوي، بيعبر عن شيء هو اللي أنا بدي بلش فيه، لأقول أنه القوى الحيوية في مجتمعاتنا العربية واستطرادنا الإسلامية بسبب التركيبة السيئة للأنظمة، بسبب الركود والفشل في التنمية، بسبب ضياع الأحلام التي تتصل بفلسطين وتتصل بالوطنية والسيادة والاستقلال، تتصل بالوحدة، بسبب هذا كانت وكان واقعنا العربي قوة طرد لكل النخب الحيوية في مجتمعاتنا نحو الخارج. وهذا اللي بيطلع على ال50 سنة الأخيرة وبيحسب نسبة الهجرة فيها ونوعية المهاجرين والشرائح اللي طالتهم، بيلاقي إنه هي شرائح الشباب المتحرك اللي كانوا هلا فتش اللي عملوا 17 تشرين بلبنان مثلا، 70 80% منهم صاروا برا، اللي كانوا في مراحل سابقة بالأحزاب وسواها ولم ينضموا، وهذا بلبنان اللي في مقاومة، يعني في مشروع وطني حاضر قوي جاذب يستقطب، كيف بالبلاد اللي
فيها خواء، يعني مش قادر الدولي ولا الأحزاب أن تقدم أي مشروع ذو جاذبية للشباب وللرأي العام وللنخب المفكرة والمثقفة والمناضلة والمتحركة. فتش هلأ باللي عم بصير بالشارع الغربي، لأن احنا عم نحكي على نهوض الشارع الغربي. النسبة الأساسية، القوة المحركة لنهوض الشارع الغربي كانت هي هذا الذي نبحث عنه في النهوض العربي وحتى الإسلامي. ما أنت عم تحكي بس نهوض عربي، الشارع العربي، طيب وين الشارع الإسلامي؟ ما في شارع إسلامي اليوم. يعني إذا بتطلع حط إيران على جنب وبالعالم العربي حط اليمن على جنب، ما في شارع. يعني وين الشارع التركي؟ إنه طلعوا الأتراك مرتين، بس وين الشارع التركي؟ ما في. طيب وهي تركيا اللي فيها يعني ثقافة لها علاقة بالدور التركي والإسلام والقضايا الإسلامية وفلسطين وهذا. وين أندونيسيا؟ في مظاهرات عم تطلع بس اللي بطوكيو ما بتقل عنها، واللي بأماكن بسيول امبارح المظاهرات. فالحيوية في الشارع العربي الإسلامي برأيي أنا انتقلت إلى شوارع الغرب، وشكلت الكتلة المنظمة التي نهضت عليها حركة الشارع الغربي، الصوت المبادر، الصوت الضاغط، الصوت الحاضر، الصوت المستعد للتضحية. يعني ومعنا زملاء هون كانوا يحكوا لنا من البدايات للتعظيم قبل ما تتعاظم التظاهرات، في بدايات التنظيم قديش كانت الملاحقات وال يعني الاستعداد للتعرض للملاحقة، لكن في شعور بأنه فيك تعمل شيء. رأيي أن هون عم بحكي على مفهوم الاستقطاب التفاعلي. شو هو؟ أنه دائما أي فكرة، أي صراع، أي قضية، أي سلعة تخلق مدى حيوي حولها، وهذا المدى الحيوي اللي حولها بيحولها لكتلة فاعلة مع البشر اللي بينضموا لها. المقاومة كانت فكرة ب 82 تحولت إلى قطب جاذب، من خلال هذه الفكرة انضم إليها ناس، كتلة الناس المنضمين في الميدان خلقوا حقائق، خلقوا وقائع، بدأت تكبر، بدأ يصبح لها مريدين أكثر، تحقق إنجازات. هذا التفاعل بين مفهوم القيمة المضافة وفائض القوة اللي حكينا عنه مرارا أدى إلى تحول هذا القطب الجاذب إلى أهم قطب جاذب في المعادلة اللبنانية. وهون القطب الجاذب في حواليه شيء على أساس العصبية الطائفية، شيء على أساس تقاسم المصالح والمحاصصة بالنظام، شيء على أساس نحن فينيقيين. بين الأقطاب الجاذبة كان هذا هو القطب الجاذب الأول. طيب بالنسبة للمجموعة الحيوية في المجتمعات العربية، الكتلة الحيوية في المجتمعات العربية، القطب الجاذب أصبح الهجرة، وفي الهجرة تحولت إلى قطب جاذب. هون الملفت والمهم أنه ما في جالية بذاتها قادرة أن تصبح قطبا جاذبا على قضاياها الكيانية، أنه اللبنانيين أو السوريين أو حتى يعني انسى الفلسطينيين لأنه هن عنوان القضية، لكن خذ أي قضية أخرى قطرية عراقية لبنانية ما فيك تعمل عليها حركة في العالم. اللبنانيين حاولوا يعملوا، طلع انه بيقدروا يروحوا يصيروا أداة عند الأمريكي بالكونغرس لحتى يسوق من خلالهم 1559، بس ما فيهم يعملوا شيء مناوئ للإدارة الأمريكية، انه والله عم نعمل لوبي لتحرك في المجتمع الأمريكي من أجل مساندة لبنان في مواجهة التحديات الإسرائيلية، أو من أجل بالكويت انه للمطالبة بالتدخل الأمريكي، يعني حيث ترغب الإدارة الأمريكية بتبين انه في تحرك لبناني وتاسك فورس ومدري شو إلى آخره. لكن واقع الحال الشيء الوحيد اللي بينعمل حوله، لأنه العرب بصيروا عرب برا، هم أقليات لا يقام لها الحساب إذا توزعوا على بلدانهم، لكن هم أقلية صحيح لكن وازنة ويحسب لها الحساب عندما يصبحون أقلية عربية واستطرادا عربية إسلامية. في شيء غير فلسطيني بيجمعهم كأقلية عربية إسلامية؟ فبدأوا يتشكل منهم قطب جاذب بمفهوم الاستقطاب التفاعلي مقابل فيه القطب المؤيد لإسرائيل، وانشق المجتمع الغربي حول هذا الاستقطاب. وين القيمة المضافة؟ هنا. لذلك بدأ يتعاظم ويكبر، لأنها قيمة الحرية، قيمة المظلومية، قيمة حقوق الإنسان المذبوح والمقتول على لقمة الخبز، قيمة تخلي المجتمع الدولي، قيمة تآمر وخداع الحكومات الأوروبية. بكل مفاهيم القيمة السامية كانت تربح قيما مضافة هذه الكتلة
التي أصبحت قطبا جاذبا، بينما هون ما في فائض قوة، ما في ميزان قوى هون، فائض القوة الإعلامي تحطم بحرب الرواية والسردية التي ربحها الشعب الفلسطيني بشبابه وصباياه الذين اشتغلوا على وسائل التواصل الاجتماعي بس بالصدق، بالدفاع عن حق بحقيقة، الدفاع عن حق بحقيقة. هذه الثنائية كانت كافية مع ثورة التكنولوجيا أن تحسم حرب الرواية والسردية. فعن أي فائض قوة تتحدث؟ القمع، القهر، كان يزيد عملية الاستقطاب قوة وحدة. وبالتالي أنا برأيي على مستوى فهمنا للنهوض العربي عندنا إشكالية حقيقية. أنا شخصياً عندي قناعة إذن الآن أن القوة الحيوية في المجتمعات العربية ليست غائبة، ليست ميتة، لكنها موجودة في المغتربات، وهي الآن تقوم بدور عظيم، وهذا الدور العظيم ما حدا يتأسس عليها وما حدا، وهي القوة على فكرة التي ليست مؤدلجة. يعني إذا حركات المقاومة عندنا عنوانها إسلامي، هذه القوة جامعة، هي جبهة إسلامية قومية تجمع الديني واللاديني، العلماني والمتدين، اليساري واليميني، لكن تحت عنوان فلسطين، وهذا عظيم جدا. وهي ديمقراطية. كيف ديمقراطية؟ أنه موازين القوى فيما بين كتلها وخياراتها المحلية والسياسية والمتصلة بكيف تدير معركتها حول فلسطين في الشوارع الغربية إلى علاقة بالأحجام والأوزان. ما شو هي الديمقراطية؟ أنه إذا نحن اللي عم ننزل بشوارع بريطانيا 100,000 الكتلة العصب، هال100,000 إذا فيهم 5,000 بيقولوا كذا و50,000 بيقولوا كذا، الرأي لل50,000. طيب ما هي الديمقراطية؟ وبالتالي بهذا المعنى نحن قدام مشهد يستحق المتابعة، يستحق فتح العين عليه انه هو مستقبل. هذا اللي بدنا نرجع نجيبه على البلاد العربية ليلعب الدور في دولة الوحدة ودولة النمو ودولة التطور والاقتدار وسواه. فهذا لازم من هلا تنفتح العين عليه لتشجيعه، مزيد من التنظيم، مزيد من الارتقاء بالأداء، مزيد من بلورة الرؤى. بالحلقة الماضية حكي زميلنا أستاذ رضا عن الوضع بالبرازيل والمؤسسات القائمة وعجز المؤسسات القائمة، وكيف العربية والإسلامية، وكيف يمكن إعادة تفعيلها. أنا رأيي هذا هو النقاش الجدي والمجدي. هذا جانب من المشهد. الجانب الثاني من المشهد أنه بسبب هذا، أنه النخب المبادرة اللي بتنزل وبتوقف وبتحرض وبتحرك وبتواجه لم تعد موجودة في الساحة، أو نسبة وجودها تضاءلت كثيراً، رأيي ما عاد ممكنا الحديث عن نهضة في الشارع العربي بدون نصر. ونحن عندنا تجارب سابقة في هذا الموضوع في الحقيقة. يعني اليوم لما بيتحقق النصر في غزة بعد هذه المعركة، نحن على أبواب نهوض عربي كبير بالشارع العربي الحالي الذي يفتقد لكثير من النخب، والذي يفتقد لكثير من شبكات التنظيم والأطر والهذا. هذا الشارع على موعد مع نهوض، لكنه يحتاج نصرا. الآن صورة ضبابية عندي، في نصر ولا ما في نصر؟ أمام حجم التضحيات هو شايف مأساة كبرى، بده يشوف نصر بحجم هذه التضحيات لحتى يتفاعل مع فكرة النصر. وبالتالي بدون نصر صعب أن نتحدث عن حراك عربي وازن وحقيقي. لأنه نحن إذا بنرجع للذاكرة يا عمي، هذا الشارع العربي اللي كان يسكر موانئ بدول مثل السعودية ومثل الإمارات ومثل البحرين وغيرها، تمنع البواخر البريطانية والأمريكية من أن تملأ بالوقود وأن تقدم لها الخدمات. هذا الشارع العربي اللي كان تهدر فيه يعني الساحات والميادين عند كل قضية تتصل بفلسطين أو بأي قضية مواجهة مع المستعمر، ما في شك أنه كان على حال وهو الآن على حال. رأيي أنه الآن هو فقد جزءا أساسيا من عناصر قوته التي كانت تمثلها النخب الحيوية المتحركة التي أصبحت الآن مش خسارة، جزءا من نهضة الشارع العالمي، ويحتاج نصرا حتى ينهض نصفه الباقي.